السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم ترافلينغ أبورد. وصول أول رحلة بحرية من إسبانيا إلى المغرب، ومهاجرون مغاربة فرحون بفتح الحدود. استقبل ميناء طنجة المدينة اليوم الثلاثاء أول باخرة قادمة من ميناء طريفة بعد فتح الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا. الباخرة تقبل 47 مسافرا، منهم مغاربة مقيمين بالخارج وسياح أجانب، حيث كان في استقبالهم مسؤولون بولاية طنجة تطوان. وعبر المسافرون في تصريح لهم عن سعادتهم بعودة الرحلات البحرية بين البلدين بعد توقف دام لأزيد من سنتين من أجل زيارة العائلة واستكمال ما تبقى من شهر رمضان بالمغرب. وقررت الرباط ومدريد رسميا الأسبوع الماضي إعادة فتح الحدود البرية والبحرية بعد عام من الإغلاق وإطلاق استعدادات لعملية مرحبا 2022 بعد سنتين من إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بين البلدين وتداعيات جائحة كورونا. وأفاد بيان مشترك تم اعتماده في ختام المباحثات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي قام بزيارة رسمية للمغرب، بأن البلدان اتفقا على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة الطريق تتضمن 16 نقطة تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين. تتضمن خريطة الطريق الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيب المناسب لمراقبة الجمركية والأشخاص على المستوى البري والبحري. وتم الاتفاق ضمن خارطة الطريق على إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين حالا وبشكل متدرج، إلى حين فتح مجموعة الرحلات، كما سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا. وبحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية لمبا، فإن الأمر يتعلق أيضا بتفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية. إلى هنا كنا وصلنا لنهاية الموضوع، لأن نتلقى في موضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.